عليك كما سلف أن توصي من بعدك بأن يصلح ولا يفسد. فإن نبي الله موسى عليه السلام لما أراد تكليم ربه سبحانه وتعالى وكان على موعد من ربه كي يكلمه ربه، قال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذا كان لك ولد كبير تستخلفه على أخواته البنات أو على أمه يقضي لهم الحاجات، فأوصيه بتقوى الله أن لا يستغل كبر سنه في إيذائهم، بل يكون ورعا تقيا. أوصيه اخلفني في قومي وأصلح. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لما أراد السفر إلى تبوك استخلف عليا على المدينة، فقال علي تستخلفني مع النساء والصبيان يا رسول الله؟ فقال الرسول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فالشاهد من هذا الباب أن عليك أن تستخلف شخصا لقضاء حوائج أهلك في حال غيابك وبعدك عن أهلك.